معالي الرئيس، احنا لم ناتي هنا لتبرئة مداند ولا إفادة مرورية من العقاب. احنا جايين بس بنعرض الحقيقة كاملة. دي جريمة قتل صفة المواد المحالة للمتهم وهي عقوبة الإعدام. ومن خلال بحثنا في الأوراق يا معالي الرئيس، تمام، وجدنا إن الاعتراف المنسوب للمتهم والتهم تم مع الرئيس طبقا للاوراق، تم سؤاله اكثر من مره، استجوابه في قوله في حاله في استجوابه لما راح بالمجنى عليهما المستشفى الاول والثاني، في النيابه العامه لما انكر التهمه، ثم في المره الثانيه بعد التحديات مع الرئيس لما المفترض جيب الاعتراف. المتهم معالي الرئيس طبقا لاقوال الشاهد الثالث وفي ادله الثبوت أمام الهيئة الموقرة نفى التهمة عن المتهم، وقال إن هو والمتهم تم اصطحابهم إلى ديوان المركز قبل 4 أيام من وقت التحريات، وإن المتهم تم ضربه حتى قام بالاعتراف. والشاهد الأول مع الرئيس اللي هو المجني عليه الأول اللي هو عبده أحمد نافع، ده مجني عليه الرئيس وشاهد أول في الواقعة، حضر أمام الهيئة الموقرة ونفى التهمة عن المتهم. معالي الرئيس في تفصيلات البلاغ في القضية، ما تفصيلات بلاغك؟ قال اللي حصل، كنت دي بالنسبة للمدعو هو سامية محمد سعيد محمد اللي هي معالي الرئيس المفترض إن هي مجني عليه، وأنا مش عارف برضه هي مجني عليه ليه؟ يعني أنا مش عارف هي مجني عليه ليه؟ ولا ليها تقرير طبي ولا في أي حاجة تثبت أصلاً وجود على أوراق بالنسبة للأدلة الفنية، ولا تقرير طبي شرعي ولا اي حاجه. فاحنا يا معالي الرئيس بس هنناقش ادله الاعتراف وادله الثبوت واحده طبقا للاقوال اللي موجوده في القضيه. اللي حصل بتقول انا كنت بخبز عيش في المنزل، وبعد ذلك جاء زوجي من المسجد في صلاه الجمعه، وبعد كده قلت لنجلي عمرو البالغ من عمره 21 عام، هو مش نجلها، هي مرات ابوه، حط الغداء لوالدك. فقام بحط الغداء لزوجي وكنت بخبز العيش، وبعد كده سقط على الارض ونقلناه المستشفى. الكلام ده حصل امتى؟ يوم 11/3/22 بناحيه غمازه الكبرى. امام من حدث ذلك ما كانش في حد غير يا معالي الرئيس، ما قراش تحقيق، اترافع والجزء اللي عايز تقوله قوله في المرافعه، لكن مش هنقرا سين جيم. يا معلم مش ورق سين جيم، انا بس بتكلم ده على بدايه الواقعه، تمام، عارفين بدايه الواقعه موجوده في ورق سين جيم، حاجه غير سين جيم انا سامعها. يا معلم الرئيس بس هي المراقبه مش معموله عشان اسمع انا التحقيق من كام. يا معلم احنا طلبناها طلبناها في احد محاضرات الجلسات والمحكمه رفضت تستعد. يا معلم الرئيس، طب احنا برضو عايزين نتكلم في بالنسبه للتحريات. انا عايز اتكلم التحريات يا معلم الرئيس. قالت ان مرتكب الواقعه عمرو احمد نافع، وده بماده المبيد الحشر اللي هي الماده المطلوبه. مع الرئيس الماده دي ليس لها وجود في اي تقارير للمعامل الكهربائيه. يعني القصه كلها في كيس تم تسلته، تمام، جاب الماده. بس الكيس ده بحد ذاته ما ينبقش عن القاعده الجايه مع الرئيس. موضوع الكيس الفاضي، ان في كيس فاضي انا اجيبه واغسله، لو وبعدين الماده يا معالي الرئيس اللي موجوده في الاوراق، تمام؟ دي ماده اللي هي المبيد الحشري، دي ماده ازاي تتحط في الطعام وياكل منه المتهم والمجني عليهم الثلاثه، تمام، واخرين، ولا ليها ريحه ولا ليها طعم ولا هي نفس المدعوه ساميه يا معالي الرئيس اللي قالت حط الغداء مفترض في اقوالها يا معالي الرئيس، قالت ان انا قبل ما احط الاكل انا اكلت صباعين محشي وحسيت ببطني فيها حاجه، رجعت عصرت ليمونه ورجعت، وبعد كده قلت له حط الاكل. هل من المعقول يا معالي الرئيس ان لو اكل هو تاف طبقا للحموضه ان هي تقول له سخنه او الكلام دوت؟ دي حاجه يا معالي الرئيس. الحاجه الثانيه ان الواقعه دي يا معالي الرئيس كانت بعد صلاه الجمعه طبقا لما موجود في الاوراق. المفترض ان هو وقع على الارض. لما وقع على الارض وخده عمرو وداه المستشفى، المستوصف الطبي طبقا للاقوال الموجوده في الاوراق يا معالي الرئيس، المستوصف الطبي قال ده ضغطه عالي، اللي هي بعد وقت الاكل ده ضغطه عالي، وعملوا شويه اسعافات
ورجع البيت على حوالي بعد ساعتين من الواقعة. طبقا لأقوال المجنى علي الثاني وأقوال المجنى علي الثالث إن هم عملوا شوربة لسان عصفور وعملوا له مشروبات ساخنة لتنظيف بطنه. معرفش تنظيف بطنه من إيه برضه، راسك موجود في الأوراق يعني. أنا معرفش قصة إزاي تجاوزته المستوصف ورجع من المستوصف بإن هو ضغطه عالي طبقا للي قالوه في المستوصف، وأكلته وشربته وقلته ضغطه عالي. الكلام ده يا معلم رئيس الواقعة الأولانية كانت حوالي الساعة 1 طبقا للي موجود في الأوراق، الساعة 1 مساء ظهرا. رجع من المستشفى المجنى عليه الثاني والثالث، قالوا ان احنا الساعه 6 مساء، افترض هم كانوا برضه من نفس الماده، الساعه 1 ظهرا كانوا بطاطس مقليه وفلفل وبتنجان. يعني ده طبق الغراب، كانوا بطاطس مقليه وفلفل وبتنجان. يعني يا معالي الريس، في وقائع من الساعه 1 ظهرا حتى 6 مساء لتناول اطعمه ومشروبات للمجني عليهما والمتهم. هل من المنطقي يا معالي الريس ان حد يدخل واكل في المحشي تسمم بمادة مويت حشر، يدخل ويرجع ويقعد وياكل ويشرب، ثم احدهم يا معالي الرئيس في الساعة 47 دقيقة تعب تاني بعد اللي هو كان البطاطس المقلية والفلفل والبتنجان؟ هي ما تعبتش، هي تعبت أول مرة بس المجد عليه التالتة. ده خدوا عمرو برضه ونقلوا على المستشفى مباشرة، وتوجه به إلى المستشفى وتم عمل اللازم. وهو في المستشفى جاله تليفون ان ابوه برضه تعب، واخوه جابه وجاله بقى المستشفى الساعه 48 دقيقه. يعني الوقائع دي كلها معاه بس خلال 6 أو 7 ساعات متناوله على مدار اليوم. يا معالي الرئيس، هنا في اكتر من موضع لتناول الطعام كان موجود في الاوراق. الحاجه الثانيه يا معالي الرئيس، ان محرر التحريات قال ان هو عمل كده بانه جاب الماده دي وحطها في ازازه فيها ميه ورجاه وبعدين حطها على المحشي. من الاوراق يا معالي الرئيس، الازازه دي اولا مش موجوده طبقا للاوراق، يعني هي مفترض حرز من احراز الجريمه، ولا الاواني المستخدمه في الطعام معالي الرئيس اصلا موجوده، ولا حلل ولا اطباق ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه موجوده غير ان في كيس فاضي حد راح جابه من شق الحيطه، ما اعرفش ايه شق الحيطه ده جابه ازاي، ولا برضه هو رايح معاه بس عشان بس بالنسبه للواقعه بتاع ما بعد الارشاد. ومفترض هو قال انا كنت عامل ماموريه او عامل حاجه قبضت على المتهم في احد الاكمله اللي انا كنت عاملها، واستحقت المتهم وخدته واداني المنزل، دخلت المنزل ما قالناش المنزل ده فين، ولا وصفه من الداخل عدده كام دور ولا عدد الغرف، ولا عدد الغرف، ولا الشقه بتاع الحته دي في اي مكان بالظبط. يعني برضه ما اتكلمش في كل التفاصيل الخاصه، يعني ما قالش انا رحت العقار رقم كذا في الحته الفلانيه، دخلت لقيت تكوينه كذا، عدد غرف كذا في المكان الفلاني، مثلا الصاله الاوضه المطبخ في حته فيها شقه حته انا جبت. هو قال بس رحت جبت الكيس وجيت. النقطه الثانيه برضه معالي الرئيس، هو ما قالناش لما راح المنزل ده انت مستني قبضت على المتهم بره وخدته ومشيت بيه، انا ما اظنش بعد كده اقراء يا معالي الرئيس، وخدته ومشيت بيه. طب لما دخلت المنزل، هو المنزل ده حد فتح لك؟ يعني انت خبطت كده سيادتك وحد فتح لك الباب، ولا انت دخلت ازاي بالظبط؟ ومين اللي كان موجود وقت دخولك؟ يعني برضه مش مذكور يا معالي الرئيس وقت العثور على هذا الكيس مين كان موجود في المنزل. وبعدين معالي الرئيس، لما ادخل اجيب كيس المفترض ان هو الماده سامه لجريمه قتل وشوع في قتل اثنين، يبقى مفترض من الحيطه والحجر انا عارف بس ان انا احافظ على الحرز ده، يعني حتى لما اجيبه احافظ على بصماته والادله الجنائيه، مش اجيب كيس وخلاص يا معالي الرئيس. ثم اقتضى المتهم معالي الرئيس وذهب الى النيابه العامه. في سؤاله في النيابه العامه معالي الرئيس بالنسبه للنقطه ديت، تمام، النيابه العامه ما سالتوش في كل ده معالي الرئيس، يعني ما سالتوش في واقعه المتهم ولا قالوا له انت جبت الكيس ده ازاي؟ حافظته على بصماته ولا لا؟ مين اللي كان موجود في المنزل؟ ليه بعد ما قبضت على المتهم وواجهته بالجريمه ما رجعتلناش بالمتهم ارشد قدامنا وقال اقواله قدامنا وخدناه تاني ورجعنا وكنت تحت سيطرته معالي الريس؟ يعني ايه اجراء مهم زي كده ما تمش تحت اشراف النيابه العامه؟
وليه اصلا النيابه العامه معالج الرئيس في قضيه زي كده تمام ما تعينش مسرح الجريمه ولا تتحفظ على ادوات الجريمه؟ فين ادوات الجريمه معالج الرئيس؟ فين بواقي الطعام؟ فين الحلل؟ فين الاواني؟ فين المعالق؟ فين الكوبايات؟ الحاجه الثانيه معالي الرئيس ان في سؤال عام يعني النيابه العامه في اسئلتها وهي خصم شريف في الدعوه بالمناسبه في الاسئله بتاعتها عمرو في موضعين يا معالي الرئيس قال خدوني من المستشفى مش الواقع طب ما قولك في واقع ضبطك واحضارك قال خدوني من المستشفى كان قبل كده في التحقيق خدوني من المستشفى النيابه العامه ما بتقولش متى وحدث صحينا ذلك السؤال كان عمرو ما قالش حاجه هي فيما يدين عمرو بس الكلام ده النقطه الثانيه معالي الرئيس عمرو جاي من محرر التحريات وفي بدايه سؤاله في النيابه العامه ما تفصيلات اعترافك يعني واحد جاي من محرر التحريات داخل بيه على النيابه العامه اول سؤال مكتوب ما تفصيلات اعترافك اعتراف ايه يا ريس ايه طبيعه السؤال برضه انا مش فاهم بالنسبه للمتهم بهذا الوصف ومعالي الرئيس انا ما رضيتش اتكلم لنوع القضيه ما رضيتش اتكلم في بطلان تحقيقات النيابه العامه اولا العضو المحقق عضو مساعد منتدب ولم يذكر يجوز انتدابه وشفاه يجوز انتدابه وشفاه ولكن لم يذكر في الاوراق كما قررت القانون وكما قررت محكمه النقض لم يذكر وجوده النقطه الثانيه معالي الرئيس في محامي استئناف حضر التحقيقات اللي فيها اعتراف المتهم وبرضه ده من ضمن امور البطلان ولا يجوز طبقا للقانون ان يبقى في حد حاضر محامي يبقى ليه طلبات في ملوش اي طلب وموجود في الاوراق يا معالي الرئيس النقطه الثانيه يا معالي الرئيس برضه محامي جدول عام وملوش برضه اي طلبات انا ما اتكلمتش لطبيعه القضيه اتكلم محدش حاش يا معالي الرئيس انا بتكلم فيه برضه من المهنيه تمام للتحقيق في مثل هذه المله عدم اعذار الادله او لتحقيقها المظبوط حفاظا على حقوق المجتمع انا ما رضيتش اتكلم في الشق ده او استند ليه في دفوعي حرصا على ان انا مش عايز اتكلم في جانب شكل براءه المتهم ولكن انا بتكلم فيه ان القضيه دي معالي الرئيس لما نجيبها من اولها واخرها كلها كسور تحقيقي وطبي مرية لاستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة 6/3/2023 لورود الرأي مع استمرار حبس المتهم وتنبه شكرا معالي الرئيس اللي بعده